بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها، امين. وحشتونا. طبعا الفتره اللي فاتت دهيت نشكر الله على كل حال ان الدنيا بقت افضل، وبدا الأنشطة تعود تدريجيا. مهنش علينا الدفعة بتاعت السنة دي تروح عليها السنة، فأول حاجة بدأنا بيها النشاط هي مرحلة إعداد الخدام، بحيث نعمل لكم كورس مكثف في خلال الشهر اللي باقي من الأجازة وبداية الدراسة. صحيح هيرحل معانا شويه لبدايه السنه الدراسيه الجديده بالنسبه للدراسات بتاعتنا، لكن في سبيل ان ما تضيعش سنه عليكم. كان قبل ظروف كورونا كنا خدنا مع بعض موضوعين، مين فاكر؟ عقيدة الفداء، صح. لو خدنا مقدمة عامة عن علم اللاهوت، وبعد كده عقيدة الفداء أو سر الفداء، وخدنا حاجة تاني. عقيدة التجسد، الفداء هو الخلاص. الموضوعين دول يعتبروا من أكبر الموضوعات المقررة عليكم في الترم دوت. النهاردة بنعمة ربنا هنتناول موضوع جديد، والمواضيع اللاهوتية مرتبطة ببعضيها. احنا بنقسمها دراسيا كده، موضوع كذا لوحده وموضوع كذا لوحده، لكن في الواقع كل الحاجات دي حاجة واحدة مرتبطة ارتباط وثيق ببعضيها. عشان كده كل ما هناخد موضوع جديد هيبقى أسهل من اللي قبله، وهيوضح حاجات أكتر. النهاردة بنعمة ربنا هناخد عقيدة لاهوت السيد المسيح. احنا كنا اتكلمنا في الفداء انه عشان يتم الفداء ما كانش فيه وسيلة اخرى غير التجسد، ان الله نفسه هو اللي يفدي الانسان، وعشان يفديه كان لازم يتحد بطبيعته اللي هو بنسميها التجسد. لأن باتحاد اللاهوت بالناسوت أولا بيكون الفادي بلا خطية، ويقدر يفدي البشرية كلها في كل العصور. لو فرض واحد اتوجد بلا خطية هيقدر يفدي كم واحد؟ لو واحد عادي عايز يفدي حد يقدر يفدي كم واحد؟ يدوب واحد. لكن باتحاد اللاهوت بالناسوت فبيصبح قيمة دم المسيح لا نهائية، تكفي البشرية كلها على مر العصور. فكان لابد أن يتم التجسد، وبالفعل جاء الله في الجسد عظيم هو سر التقوى،
الله ظهر في الجسد، أخلى ذاته أخذا شكل العبد، ويرجع يقول إذ وجد في الهيئة كإيه؟ كإنسان. وجد في الهيئة كإنسان، فاللي في الهيئة كإنسان رغم إن فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا، الناس تبقى متحيرة من هذا؟ لأن هو الكتاب بيقول وجد في الهيئة كإيه؟ كإنسان. مين ده؟ ربنا يسوع المسيح نفسه مرة سأل التلاميذ، قال لهم من يقول الناس إني أنا؟ أنا إيه في نظرهم؟ طبعا أنتوا عارفين الإجابة، قالوا له ايه؟ قالوا له في بيقولوا ايليا اللي هو اتاخد كده اتخطف للسماء جه، وفي بيقولوا واحد من الانبياء، وكل واحد قاعد يقول في بيقولوا كذا وكذا وكذا. فراح وجه لهم هم بقى السؤال، قال لهم وانتم من تقولون انا بالنسبه لكم ايه؟ التلاميذ راحوا ردوا مرة واحدة، وطبعا مين كان بيبقى متحمس قوي كده ومتقدم في الكلام؟ قديس بطرس. قال له أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. فربنا يسوع المسيح مدح هذا الاعتراف، قال له طباقة، لأن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات هو اللي أعلن. على هذه الصخرة أبني كنيسة. صخرة إيه؟ أن السيد المسيح هو ابن الله الحي، أو لما ناخد النصوص اللي قالها القديس بطرس البشاير بيكملوا بعض، أنت هو المسيح الله ابن الله الحي. هذه هي الصخرة التي تبنى عليها الكنيسة. فالسيد المسيح بالنسبة لنا هو الإله المتجسد. عشان كده كان في حيرة، من أين جاء المسيح؟ حتى الأنبياء لما تنبأوا زمان، دانيال اتكلم عن الحجر اللي قطع بغير يد إنسان، ملوش أب. وأشعياء لما بيتنبأ يقول هو وذا عذراء تحبل وتلد ابنا. فكان عندهم تقليد، اما بيقولوا له احنا عارفين ده منين، لكن اما المسيح فمتى جاء لا نعرف من اين هو. التقليد ده كان سائد عند ايه؟ اليهود، ان المسيح لما يجي مش هيعرفوا من اين، لانه ما هوش شخص عادي. ولكن احنا لابد ان نعرف من اين هو. هو طبعا أعلن عن ذاته، يقول خرجت من عند الآب. المرة الجاية إن شاء الله هناخد عقيدة الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. احنا بنقول الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. فهو جاي من السماء،
عشان كده بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. آيات كتيرة تتكلم عن كيف من أين جاء المسيح، إنه جاء من فوق. يقول ورد في سفر الأعمال قال الله سمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، وربنا يسوع المسيح أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. عشان كده اليهود اللي ما كانوش قادرين يفهموا كانوا بيبقوا عايزين يرجموه ويموتوه، ازاي يقول على نفسه كده. القديس يوحنا المعمدان يشهد عنه يقول الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. القديس يوحنا الحبيب يبدأ إنجيله يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. معلمنا بولس الرسول يقول أرسل ابنه في شكل جسد الخطية، أرسل ابنه مولودا من امرأة. كل ده بيبين لنا مصدره ايه، هو جاي منين. حتى أشعياء لما تنبأ عنه في العهد القديم يقول حين رأى مجد وتكلم عنه وصف أشعياء النبي مجد المسيح قائلا رأيت السيد جالسا على كرسي عال مرتفع وأزياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجد ملء الأرض، ملء كل الأرض. فإذا المسيح له المجد، جاء من السماء وتجسد ووجد في الهيئة كإنسان، فهو بالنسبة لنا الإله المتجسد. أيوة، بس في حاجة بتحيرنا دايما أو بتحير البعض. طب ما هو الله، طب ليه في أوقات نقول عليه ده ابن الله وأوقات تاني نقول عليه ابن الإنسان؟ هو ابن الله ولا ابن الإنسان ولا هو إيه بالضبط؟ هو ابن الله وهو ابن الإنسان. طب ليه بنقول ابن؟ لأن الابن بيبقى مستخبي. تعرفين الابن لما يتولد يبقى مخفي الأول، لما يولد بيظهر. فظهور الله في الجسد، عشان كده بنقول ابن الله، يعني معنى الغير المنظور صار ايه؟ صار منظورا. دي اول حاجة. حاجة تاني، كلمة ابن تعني انه من نفس طبيعة الله. او ما نقول ابن الانسان يعني ايه؟ ابن الإنسان بيبقى طبيعته إيه؟ إنسان. ابن الله يبقى طبيعة إيه؟ الله. ده احنا أحيانا في التوصيف العادي كده لما يكون واحد أصيل كده يقول ده ابن أصل،
يعني أصيل، معدنه إيه؟ أصيل. ابن كرم يعني كريم. فكلمة ابن الله بمعنى أنه له جوهر الله، ابن الإنسان يعني له جوهر الإيه؟ الإنسان. طب معنى كده له طبيعتين أو جوهرين؟ لا، زي ما خدنا في التجسد هو أصبح له بالتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين، أو طبيعة واحدة تجمع كل خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وأبائنا علماء الكنيسة ومعلميها ادوا تشبيهات جميلة للحكاية دهية، قالوا زي الفحم أو زي الحديد المحمى بالنار. أما أمسك حتة فحمة كده متوهجة، لها كل صفات الفحم، إنها لها شكل مكعبة أو يعني أي حاجة، أو مدورة قروية يعني، ولها وزن، دي كلها صفات الفحم. ولها صفات النار، ممكن لو مسكتها أتحرق. طب هي فحم ولا نار؟ هي تجمع الاتنين. طب نقول لها يا فحمة ولا يا نار؟ ممكن تتقال الاتنين. ممكن ناس تيجي مثلا عايزة فحم وما يقول هات حتة ولع، هات حتة ايه؟ ولع او فحم، ومقصود بيه عايز النار. فممكن تستخدم دي وممكن تستخدم دي. فالمسيح له المجد، هو ابن الإنسان وهو ابن الله، لكن هو الإله المتجسد، له طبيعة الله، وفي نفس الوقت يحمل سمات طبيعة الإنسان، أو بالأحرى هو طبيعة واحدة تجمع كل خصائص الطبيعتين اللاهوت والناسوت معا. لكن الإيمان باللاهوت المسيح له المجد بيعتبر هبة، عشان كده الكتاب يقول الإيمان ليس للجميع، ولا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. والكتاب يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا. إذن الإيمان ده إيه؟ موهبة. موهبة لمين؟ لناس للمستحقين. نور أشرق للصديقين، وفرح للمستقيم القلوب. عشان كده بنقول له بنورك يا رب نعين النور. وفي حتة تاني يقول ايه؟ لا يستطيع احد ان يعرف من هو الابن الا الاب، ولا يستطيع احد ان يعرف من هو الاب الا الابن، ومن اراد الابن يعلن ان يعلن له. يعني اللي ربنا شايفه يستحق يعلن له عن ذاته. عشان كده يا ولاد تبص تلاقوا كتير من الناس اللي ما كانوش يعرفوا المسيح وعرفوه ما عرفوهوش بمجادلات، نسبة كبيرة جدا بتبقى بإعلان إلهي، لأن مش بالسهل أن العقل يستوعب هذا الأمر. عشان كده يقول في كورنثوس الأولى
12 لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. حتى الإيمان ثمرة من ثمار الروح القدس، أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف. وربنا يسوع المسيح قال متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب الروح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. عشان كده يقول النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. هو محدش عارف، ده هو اللي أعلن إيه عن نفسه. طبعا كل الحقائق الإيمانية في عقائدنا المسيحية ما هيش اختراع بشري، ما هيش استنتاج، ما هيش فلسفة، ولكنها إعلانات إلهية في الكتاب المقدس تكلم بها الروح القدس على فم الأنبياء والرسل. طبعا مجيء السيد المسيح في الجسد، كل العهد القديم مهد ليه وتنبأ عنه، يعني مش حاجة كانت مفاجأة. عشان كده هنستعرض بعض الآيات من العهد القديم اللي أشارت على ظهور الله في الجسد. نبدأ بالعهد القديم في سفر المزامير. داود النبي يقول قال الرب لربي. حتى ربنا يسوع المسيح مرة قال لليهود ابن من المسيح هيكون؟ ابن داود. قال لهم طب ازاي هو ابنه فكيف يدعوه بالروح ربا بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني؟ ما عرفوش يجاوب ان هو ابنه لكن ربه ابنه بالجسد لكن الهه بلاهوته. زي العذراء بنقول والدة الاله، لكن هي بالنسبة لها نقول افرحي يا مريم العبدة والام. تنبأ ميخا النبي عنه وعن مجيئه قال مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. الأزل يعني لا بداية له. طب مين اللي لا بداية له؟ مين اللي لا بداية له؟ الله. يبقى المسيح هو الله المتجسد. أشعية بقى أكتر واحد تنبأ نبوات صريحة جدا، يقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. زكريا النبي يقول ايه؟ ترنمي وافرحي يا ابنة صهيون لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. إمتى حصل ده؟ بمجيء السيد المسيح طبعا. داود طبعا سفر المزامير ده من الأسفار الغنية، يعني زي ما نقول سفر أشعياء فيه تصريحات قوية، سفر المزامير بقى مليان قوي. داود النبي في المزمور يقول إنسانا وإنسانا ولد فيها.
بيأكد نسوته قوي، إنسانا وإنسانا ولد إيه فيها، وهو العلي الذي أسسها. أسسها يعني خلقها. طب ده انت تحير يا داود النبي، انسانا وانسانا ولد فيها وهو العلي الذي ايه اسسها. يبقى العلي ده هو ايه؟ هو الانسان اللي احنا شفناه، الاله المتجسد ربنا يسوع المسيح. سليمان الحكيم بقى تكلم بحكمة والغاز كده، جابها في شكل من صعد الى السماوات، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. الصفات دي كلها لا تنطبق إلا على مين؟ على الله. دانيال النبي بقى اتكلم على أزلية السيد المسيح، فبيقول ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحاب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى قديم الايام، فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له جميع الشعوب والامم والالسنه، سلطان سلطان ابدي ما لن يزول وملكوت ما لا ينقرض. وده يشير لربنا يسوع المسيح في تأنسه، وأصعد بكورتنا صعد بالجسد في السماء وجلس عن يمين الآب، ومقصود بيمين الآب يعني في قوة ومجد الآب. في نبوة بقى صريحة واضحة لأشعياء النبي، يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. خلي بالكو، عايزكو تصحوا للآية ده، هي حلوة قوي. يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ايه الفرق بين يولد لنا ولد ونعطى ابنا؟ اللي يقدر يفسرها لي يبقى شاطر. قولي يا بنتي. ممكن يا ابونا يقفلوا التكييف عشان الصوت بعد اذنك، يقفلوا التكييف خالص. قولي يا بنتي. لا أنا مش سامع برضو. يعني يولد لنا ولد ونعطى ابن، يديله البنوة. طيب حد يقدر يقول حاجة يعني أوضح شوية؟ قول يا حبيبي. لا انت الجزء الاول صح. طب انت كنت هتقول حاجة يا ابني؟ كنت هقول زي كده اللي هو يولد لنا ولد، اللي هو ايه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ايه؟ الولد اللي هو الجسد، لكن يولد لنا ابنا اللي هو اللاهوت. باللاهوتي هو قال كده، يبقى صح. يولد لنا ولد يعني هيتولد مننا احنا، لينا احنا، من جسدنا من طبيعتنا، ونعطى ابنا. الولد ده هيبقى هنعطى اللي هو لاهوته بقى، ابن الله، لاهوت الابن. فالابن اللي هيتولد ده
يجمع الاثنين مع بعض، يولد لنا يعني من طبيعتنا، ونعطى ابنا من طبيعة الله، فصار طبيعة من طبيعتين تجمع كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية معا. طبعا في حاجات كتيرة في العهد القديم هنكتفي بالقدر اللي قلناه، لكن هنشوف تصريحات الآباء الرسل والسيد المسيح نفسه في العهد الجديد. طبعا القديس يوحنا يلقب باللاهوتي، أكتر واحد اتكلم بوضوح وتصريح عن لاهوت السيد المسيح من أول ما بدأ كده على طول، دخل في الايه في الموضوع على طول من أول كلمة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. يبقى الكلمة كهو مين؟ وكان الله الكلمة، يعني الكلمة هو ايه؟ الله. والكلمة صار جسدا، يعني الله صار ايه؟ اللي هي عظيم سر، هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طبعا آيات كتيرة جابها، وخصوصا لأنه هو آخر البشائر الأربعة اللي اتكتب، وكان ظهر تشكيك في لاهوت السيد المسيح، فكل بشارة الإنجيل يوحنا بيثبت أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده يقول في ختام البشارة بتاعته: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله. يعني هدف الكتاب كله عشان نؤمن أن المسيح هو ابن الله. ولكي تكون لكم إذا أمنتم بلاهوته يعني حياة باسمه. طبعا لما ربنا يسوع المسيح قام من الموت، وعارفين حكاية توما لما قال إذا ما كنتش أحط إيدي مكان الحرب أو أصبعي مكان المسامير لأؤمن، فقال له هات إيدك، فصرخ توما قال له إيه؟ ربي وإلهي. وربنا قال له: لأنك رأيتني يا توما أمنت، فطوبى للذين أمنوا ولم يروا. غير كده كمان لما جه قابل نثنائيل وربنا قال له: هذا إسرائيلي حقا لغش فيه، قال له: من أين تعرفني؟ قال له: قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت شجرة التينة رأيتك. فرح رد على طول: أنت هو ابن الله، أنت ملك إسرائيل. هو تفتكر أن توما أول واحد؟ لا، في قبله قالها، وبطرس شهد كمان، الملاك نفسه لما بشر العذراء قال له: وابن العلي يدعى. القديس يوحنا في الرسائل يقول: نعلم أن ابن الله قد أتى وأعطانا بصيرة لنعرف الإله الحقيقي، ونحن في الإله الحقيقي في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. وفي سفر الرؤيا طبعا يقولوا: هؤلاء يحاربون الحمل والحمل يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. ويقول برضو في سفر الرؤيا: وعليه ثوب مصبوغ بالدم، واسمه كلمة الله، وعلى ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. وتكررت الحكاية ده هي
قديس بولس الرسول في رسالته لروميا بيتكلم عن اليهود، يقول ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. منهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. وفي رؤيا يقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. وقال كذا مرة رب المجد رب الكل. القديس يعني المبدئ الخليقة أو رأس الخليقة. طبعا آيات كتيرة 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 قوي، أنا بس بقول بعض أمثلة، لكن عشان الوقت مش هقول كله، بترك لكم أنتوا تشوفوا. دي بالنسبة للآيات الصريحة اللي تقول إن المسيح هو الله أو ابن الله، الاثنين بمعنى واحد، حاجات هو شهد عن نفسه وأمور أخرى نبوات اتقالت عنه في العهد القديم، وآيات أخرى الآباء الرسل نفسهم قالوا كده. إثباتات أخرى للاهوت السيد المسيح أنه اتصف بصفات لا يتصف بها إلا الله. زي ايه؟ الازلي الابدي. يعني ايه ازلي؟ لا بداية له. يعني ايه ابدي؟ لا نهاية له. مين اللي لا بداية له ولا نهاية له؟ فيش غيره. أي حد في الخليقة سواء إنسان أو حيوان أو ملاك أو جماد له بداية وله نهاية. مين الوحيد اللي بلا بداية؟ الله وحده. فعشان كده بيوصف أنه أزلي، زي ما قلنا النبوة اللي قبل كده بتاعت ميخا، مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وفي أمثال يقول أول الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل. معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين بيقول الذي بروح أزلي قدم نفسه. وفي عبرانيين يقول يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. كلمة أمس دي يعني إيه؟ أزل يعني ملوش بداية. السيد المسيح نفسه أما كان في المناجاة مع الآب يقول له مجدني بالمجد الذي كان عندك من قبل إنشاء العالم. وأما جه يتكلم اليهود بيقول لهم على الهيكل، يعني قالوا له ما أنت يعني ما أبو كان بيقول لهم إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له أنت ما عندكش 50 سنة لسه وشفت إبراهيم؟ قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وكلمة كائن هنا تعني الماضي والحاضر والمستقبل.
طبعا قال على نفسه كتير او اتقال عليه سقف العهد القديم او الجديد الالف والياء البدايه والنهايه. وها انا حي الى ابد الابدين. ودانيال قال عنه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوت ما لا ينقرض. واشعيا في النبوه اللي قالها يولد لنا ولدا بيختمها بيقول الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فيبقى اذن في صفه الازليه الذي لا التي لا يتصف بها الا الله وصفه الايه الابديه. يبقى احنا اتكلمنا عشان تبقوا مرتبين الفكر يا اولاد ان ايماننا بلاهوت السيد المسيح ده بناء على اعلانات كتابيه فيها من العهد القديم وفيها من العهد الجديد فيها ايات هو قالها بنفسه والاباء الرسل قالها عليه. تاني حاجه بناء على صفات اتصف بها لا يتصف بها الا الله من ضمنها الازليه والأبدية. صفة تانية أنه نسب إلى ذاته أنه هو الحياة ومعطي الحياة. الآن هو القيامة والحياة. الكلام ده من العهد القديم حتى الله يقول إني أنا هو ولا إله معي أنا أميت وأحيي. المسيح له المجد قال أنا هو القيامة والحياة. وفي حتة تانية قال أنا هو الطريق والحق والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. يعني هو اللي بيدي الحياة. ومن كان حيا وآمن فلن يموت إلى الأبد. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. كما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن يحيي من يشاء. فهو الحياة ومعطي الحياة. دي الصفة الثالثة. نمرة أربعة نسب إلى نفسه أنه ابن الله والكتاب نسب إليه كده. وابن الله يعني من طبيعة الله. من صفات الله الحضور في كل مكان. زي ما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو فين في السماء. طب هو نزل ولا فوق ولا تحت كله وهو بيكلمهم على الأرض ابن الإنسان الذي هو فين وهو كان بيكلمهم واقف قصادهم على الأرض. وبعدين قال لنا حاجة تاني قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة اكون انا في وسطهم. السيد المسيح بيقول تلاميذه كده. طب ازاي يا رب هتكون في وسطهم؟ طب ما ده ناس كتير قوي بيجتمعوا. انت في وسط مين بالضبط؟ لا في كل مكان في العالم. في كل الكرة الارضية ومش الارض وبس. في الكون كله. زي ما قال فيلبس قبل كده قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. وهو ما كانش موجود ساعتها بالمنظور لكن موجود بلاهوته. طبعا في صفات كتيرة أنه عارف كل شيء مستقبل القريب والبعيد. يعني لما اتكلم على العازر العازر حبيبنا مات قد نام قالوا له اذا كان نام نحييه قال لهم العازر مات ونذهب لنقيمه. لما بطرس والتلاميذ ما كانوش اصطادوا سمك قال له ادخل الى العمق والقي الايه الشبكه. لما كان طلبوا الجزيه أو الفدية قال له روح ما كانش روح تصطاد سمكة افتحها هتلاقي فيها. الله أنت يا رب عارف أنت فين عينك شايفة فين بالضبط وعارف إن هيصطاد إيه وهيبقى فيها إيه.
صفات كتيرة قوي يا أولاد، سلطانه على الطبيعة، على المية والهواء، على الجماد، على الحيوان، على الإنسان. من الصفات الحلوة الأخرى كمان مغفرة الخطايا. ربنا يمكن قال غفر للخطايا، طبعا دي معروفة من العهد القديم، من لا يغفر الخطايا إلا الله، في آيات كتيرة طبعا. لكن نلاقي المسيح له المجد مارس سلطانه في كده، في حدثتين قويتين قوي قال فيها صراحة مغفورة لك خطاياك. امتى وامتى؟ اللي يقولهم يبقى شاطر. نعم، المفلوج والمرأة الخاطئة، فعلا المفلوج اللي دلوه من السقف فقال له مغفورة لك خطاياك، فاللي قاعدين تقمقم وكده، ايه ده، ايه التجديف ده، ده بيتكلموا في سرهم، ازاي يقول له كده، ده جدف، لا يغفر الخطايا الا الله. فهو عرف افكارهم، معرفته الفكر دي اثبات لاهوته برضو، ان يعرف كل شيء حتى اعماق الانسان وافكاره، يعرف بيفكروا في ايه. فسالهم ايهما اعظم، ان يقال له مغفره الله خطاياك، ام قم واحمل سريرك وامشي. ولكن عشان تعرفوا ان الابن الانسان سلطان على مغفرته، قال له قم احمل سريرك وامشي، مشي. حادثه الثانيه المرأة الخاطئة اللي قابلته فين؟ في بيت مين؟ نعم؟ سمعان الفريسي، لأن فيه حصل مرتين المرأة قابلته وسكبت الطيب وبدموعها وبكت. سمعان الأبرز دي كانت مريم المجدلية، سمعان الفريسي كان المرأة الخاطية، سمعان الفريسي كان المرأة الايه؟ الخاطئة. فقال لها مغفورة لك خطاياك. والجميل ان قال مرة لرجل ومرة لامرأة، فدول يمثلوا البشرية، بيغفر لنا يعني للبشر كلهم، الرجل مرة والمرأة مرة. فهو غافر الخطايا، هو الديان. يقول لك ساعات آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب إيه عمله. وقال لأن الأب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن، إن ابن الإنسان سوف يأتي يجازي كل واحد حسب عمله. معلمنا بولس الرسول يقول الرب يسوع المسيح يدين الأحياء والأموات، لأنه لابد أننا جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. والقديس بطرس يقول ونشهد بأنه هو الذي عينه الله ديانا للأحياء والأموات. السيد المسيح أيضا نسب لنفسه أنه رب الشريعة والسبت، لما كان انتقدوا أنه بيعمل معجزات في السبت قال لهم ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. صفة تانية علمه بكل شيء، طبعا احنا قلنا بعض الحاجات، لكن في بيقول وكان عارفا بكل احد، لانه علم ما كان في الانسان. وطبعا في حاجات كتيرة زي ما قال سمعان روح والقي السنارة السامرية، وقال لها كان لك خمسة ازواج،
والذي معك الآن مش زوجك. طب عارف منين؟ عارف بكل شيء. توما لما شك وجاء قال له طب تعال هات صباعك، وكأنه كان معاه. حتى الألام اللي كان هيتألم يقول خرج وهو عليما بكل ما يأتي عليه. وبطرس لما قال له إن شك الجميع فيك أنا لا شك، قال له أصبر علي قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. يعني عارف المستقبل البعيد كمان اللي هيحصل، القريب والبعيد. غير طبعا المعجزات اللي تدل على لاهوته، كان باللمسة، بالأمر، بالتفل، لمسة ثوبه، القوة خرجت مني. أما عون ابنة يايروس والشاب ابن الأرملة، لك أقول قم. أما وقف على قبر العازر، العازر هلم خارجا بالأمر. مين له السلطان ده كله؟ ده لك حتى الريح بتطيعه، اسكت البحر يسكت والرياح تهدأ. فكل هذه المعجزات صنعها بقوته الذاتية وليست بقوة خارجة عنه. طب يا ولاد احنا بندرس الحاجات دي ليه؟ عشان نمتحن فيها؟ وعشان بس معلومات كده؟ لا، ده عشان احنا حياتنا. لان الايمان ده بيتحول لحياة. ايماني بالسيد المسيح بيخليني كده يعني اما اقف قدامه هو الاله المتجسد، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول عالم بمن امنت، فاطلب بثقه واعرف مقدار حبه. هو الاله المتجسد، وتجسد ليه؟ عشان يفديني. طب يفديني ليه؟ عشان بيحبني. طب ده بيحبني يبقى ان كنا ونحن بعض خطاه مات المسيح عنا، كم بالحري ونحن مخلصين نخلص بحياتي. يعني اللي بيحبني دوت يبقى عايز خلاصي، يبقى مستني ان انا ارجع له. ولما ارجع له عارف ان عنده سلطان المغفره، هيغفر لي. وعارف لان هو الاله المتجسد، فمجرد بس ما اخد جسده ودمه في التناول بتطهر كلي، وكل حاجه بتتمسح طالما باستحقاق وبتوبه واعتراف. بالايمان بنشوف امجاد كتير. عارفين لما مرسى اما جه وبتقول له لو كنت هنا لم يمت اخي، يقول لها ان امنتي ترين مجد الله. بالايمان باخد قوه اقدر اغلب بها العدو. كل هذه هي الغلبه التي نغلب بها العالم، ايماننا. ابقى عارف انا متكل على مين. بالايمان بي المن امن بي تخرج من بطنه انهار ماء حي، يبقى هو حي ولو مات فسيحيا. بالايمان بي بستحق ان ناخد الاسرار كلها ابتداء من المعموديه، من امن واعتمد خالص بستحق ان نتناول واخد بقيه الاسرار كلها. عشان كده ايماننا بيه بيخلي المسيح هو حياتنا. قديس بولس الرسول يقول ليه الحياه هي المسيح والموت ربح.
إنما أحياه الآن، أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم ذاته عني. فأنا عاوز إيه تاني؟ الحياة هتبقى جميلة بوجوده، بوجودي معاه، ومش هخاف من الموت لأن بعديها هبقى معاه برضه، فيبقى الحياة جميلة، وما بعد هذه الحياة أجمل، وما بعد هذه الحياة يبقى إيه؟ أجمل. وزي ما بيقول ليه الحياة هي المسيح تبقى جميلة والموت ربح، فبتخلي حياتنا ليها معنى وليها فرحة وليها بهجة، ونشعر ان احنا مش لوحدنا، وخصوصا انه قال لنا انا هبقى في وسطيكم، اذا اجتمع اتنين او ثلاثة انا هكون في وسطكم. قال لنا متى صليتم قولوا أبانا الذي. إيه ده؟ طب بس ده أنت يا رب، ده أنت الإله المتجسد، ده أنت القادر على كل شيء، ده أنت الخالق، ده أنت الديان. هقف وأنا بؤمن بيك كده أنك أنت هو الله، وأقول لك يا أبانا الذي في السماوات أنت أبويا. ده إيه الشعور الجميل ده؟ اوعوا تفتكروا يا ولاد احنا بندرس لكم عشان امتحان وما شوية معلومات، لا، احنا عايزين يبقى الايمان ده حياة. زي الاية دي حلوة، ما احياه الان احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم ذاته عني، يبقى حياة ايمان. العقائد دايما هدفها حياتنا احنا تبقى مبنية على اساس قوي ومتين، هدفها بنكتشف حب ربنا لينا فنبادله حب بحب، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فاذا كان ربنا يسوع المسيح جاء في الجسد وهو الاله المتجسد وعمل ده كله علشاننا، وبقى متاح قدامنا على المذبح نقف نصلي له، وله كل هذه الإمكانيات الإلهية، طب ده احنا نبقى يعني خايبين قوي لو سيبنا الامتيازات دي كلها وما خدناش بالنا منها وانشغلنا بحاجات تافهة تضيع عمرنا على الفاضي، ويتقالنا ان دي هتبقى سعادتنا ولذتنا. بالعكس، أكتر ناس بيستمتعوا بالحياة على الأرض هم أولاد ربنا، لأن قال أراكم فتفرح نفوسكم أو قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. علمنا بولس الرسول الفرحين افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الواحد يشعر أنه مش لوحده، حتى لو فقد أبوه وأمه فقد الدنيا كلها، ما حدش حواليه يكفي، ربنا معايا وأنا بؤمن أنه موجود في كل مكان. السيد المسيح موجود في كل مكان زي ما درسنا كده، فمش هخاف إذا رحت أي مكان في أي وضع في أي حتة هو معايا. فالإيمان بلاهوت المسيح له بركات كتيرة في حياتنا الروحية، وده الهدف الأسمى والأقوى اللي احنا نحب نعيش ونستمتع بيه. لكن برضو ده مش هيلغي ان هيبقى فيه امتحان وأسئلة، لأن الحاجات ده هي مفروض ان يبقى هي حافظين. يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، من يحفظ كلامي، فمفروض نبقى حافظينه وعارفينه عشان نغذي نفسنا بيه. أنا هكتفي بهذا القدر. طبعا في بعض حاجات أقوال آباء عن الإيمان بلاهوت المسيح، أنا قلت لكم الأفكار الرئيسية لكن ممكن تقروها. نعمل بقى زي نظام التعليم الحديث، يبقى فيه اعتماد على الذات شوية، وهنا ندي فرصة أكتر للأسئلة عشان ما عطلكوش، نلحق نجاوب شوية أسئلة بقدر الوقت ما يسمح.